انا هطفي عليه او حطفي عليه وخلي حرارة البوتاجاز. احنا قلنا العين الكهرباء بتفضل مديانا اشارة القدش انه هوت، يعني لسه هنا في حرارة. هنستفيد من اخر شوية حرارة هنا لانه هو استوى تماما، البطاطس قلنا مستوية، كل حاجة مستوية، فمش محتاجين غير شوية الحرارة اللي زي ما انتم شايفين هنا حرف القدش ده. لما بنطفي اهو طفيت كل العيون، قدش هنا وقدش هنا، لأنه كنت مشغلة ده ومشغلة ده. ده حاجتين علشان يقول لنا لو انتم مش عايزين الأكل يتحرق ابعدوها عن النار. بصوا ده هنا هتقل البابلز اهي خلاص، وكمان عشان ما نجيش نحط ايدينا واحنا مش واخدين بالنا انه سخن. فدي من الحاجات المهمة في خاصية أمان ببوتاجازات بيكو.